بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. أسمع كلامك أصدقك، ولكن ماذا عن أمورك إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة رقم 704. المهندس عدلي بيبدأها بنصف الكلام. خير؟ لا، ما هو احنا عايشين لحظة، والله الشيء وعكسه، الشيء وعكسه، الشيء وعكسه، الشيء وعكسه على كل المستويات. عشان كده هنشوف ايه هو الشيء وايه هو عكسه في حلقة مهمة. هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، أشوف أمورك أستعجب. طب ما أنت كملت أهو. الغربال وفتح المزاد. بعظمة لسانه حديث المصارحة. الشموع الحمراء فؤاد سراج الأهلي. وأسرار الملك عن نسر قرطاج. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. دي عناوين حلقة النهاردة اللي إن شاء الله نتمنى إن احنا نناقش أكبر عناوين منها، لكن خلينا نبدأ النهاردة بآخر حاجة حدثت، وده دور الأهلي التنموي. فرع الأهلي في مدينة نصر، بمجرد ما تواجد فرع الأهلي منذ 3 عقود تقريبا حتى بدأت حركة الإعمار الشديدة في مدينة نصر، الأمر اللي تحولت معاه المنطقة إلى نوع من التكدس المروري والشكوى الدائمة لأعضاء النادي، وفضلت الشكوى متراكمة فترة بعد فترة حتى جاء مجلس عائلة الأهلي، وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في برنامجه الانتخابي اللي تحول إلى وثيقة عهد له مع الجمعية العمومية، التزم ببنودها بل ربما أضاف إليها بعض المشاريع يا باشمهندس، ليفتتح اليوم جراج الأهلي في مدينة نصر في خدمة كبيرة لأعضاء النادي. لا، ده خدمة كبيرة لأعضاء النادي وللمنطقة. وهنا ده بيقول لك ازاي الاهلي بيتكامل مع دور الدوله. ايوه، انت اللي كان من 5 سنين يتهور او سوء بخته ياخده على مدينه نصر، انت داخل على شارع العقاد وبعدين مكرم عبيد وبعدين النادي الاهلي، عمليه من العذاب الشديد والتكدس الرهيب، ولكن ما حدث من الدوله والاهلي يلتقط الخيط من عملية أنفاق وكباري في هذه المنطقة ما تصدقش نفسك. كلام ده في خلال سنتين تشوف حاجة تانية خالص. ثم يأتي النادي الأهلي عشان إنك أنت تلاقي مكان صف ثالث أو رابع لعربية، دي عملية معجزة. صحيح. فالأهلي يلتقط الخيط عشان يكمل هذا الجهد الجميل ويعمل هذا المشروع العملاق، ولكن يبدو أن معانا مكالمة مهمة. ده تفاصيل كتيرة سواء في حدث النهاردة أو فيما ينتظر الأهلي من أحداث تسويقية كبيرة مهمة. عشان كده معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي. دكتور سعد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير على الكابتن عبدي وعلى جماهير النادي الأهلي اللي بتشاهد برنامج ملك وكتابة، واحد أعظم البرامج اللي موجودة في قناة النادي الأهلي، واللي إحنا بنسعد نكون موجودين معاها دايما. إحنا يا دكتور سعد بنسعد بيك في مثل هذه اللحظات المتوهجة، لأن النهاردة في حدثين عايز أكلمك فيهم. طبعا مبروك على افتتاح جراج أو الباركينج أو يعني الموقف العربيات اللي هيشفط كل التكدس المروري خارج النادي الأهلي، ويعني يخدم الأعضاء ويخدم المنطقة بهذا المشروع، أن يلاقوا مكان بسهولة جدا يركنوا فيه دون أن يصيب المنطقة بالشلل. يعني خليني يا كابتن عدي أقول لحضرتك، النهاردة كان يوم فعلا يدعو للفخر، يدعو للفخر لكل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، زي ما أكد رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود النهاردة في خدمته، إن أعضاء مجلس
اعتقد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي ايضا جزء من الجماهير الكبيره بتاعه النادي الاهلي، ويجب ان تفخر مثل هذا اليوم بهذا المشروع الضخم. في الحقيقه هو مش جراج تقليدي، هو جراج ضخم جدا، ايضا تم تكلفته بمبالغ ماليه كبيره على مساحه 33,000 متر. علينا ان احنا نتخيل ان جراج داخل النادي وداخل اسوار النادي محاط باسوار النادي وهو يعد جزء من النادي تحته 33,000 متر. النهارده يمكن في الفيلم التسجيل اللي تم عرضه على الجمع الحضور الكريم في حضور معالي وزير الشباب والرياضه وايضا معالي محافظ القاهره ونائب محافظ القاهره كانوا ايضا ابدوا الكثير من الاعجاب وايضا ابدوا الكثير من الفخر زي ما حضرتك ذكرت واستاذ ابراهيم مشكورا ان هناك تناغم كبير، والتقط النادي الاهلي القيد من قياده الدوله المصريه التي تقود حركه التنميه والتطوير الحضاري في كل ربوع مصر، وايضا قلب هذا التطوير هو عاصمه مدينه القاهره اللي فيها فرع مدينه نصر. وهذه المنطقه كما نعلم جميعا حضرتك ذكرت في البدايه انها منطقه استراتيجيه ومحور حركه حيوي لكل القاهره الكبرى وايضا في طريق المطار، وبالتالي كان النادي الاهلي ملتقطا لهذا الخيط المهم واستثمر فرصه دعم فخامه السيد رئيس الجمهوريه وتخرج كافه التراخيص برعايه كريمه من كل مؤسسات الدوله الوطنيه، واعتقد ده كان محور مهم النهارده في كلمه رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود. الحقيقه في جزء ثاني ايضا احب ان انا اعرج عليه بسرعه، يمكن دايما احنا عندنا شعار مهم جدا وتم استخدامه هو تاريخ مبادئ تطوير. التاريخ النهارده بيعيد حركه التاريخ للوراء، متاسف فرع مدينة نصر في الحقيقة تم شراء الأرض 1988 ثم بدأت العملية الفعلية للبناء 1990، وكان التاريخ له حق على النادي الأهلي، وهذا جزء من مبادئ النادي الأهلي أن كل مجالس الإدارة السابقة أكد النهاردة الكابتن محمود كان لديها جهد حديث في أن تحصل على التراخيص، ولكن في تلك الفترة لم تكن الظروف والمناخ مهيئ لأن يكون هناك هذا المشروع على أرض الواقع، واستثمر مجلس الاداره الحالي في الحقيقه، وده احنا كلنا طبعا بنوجه شكر لكل الجهود اللي قام بيها مجلس الاداره ووفى بكل وعوده خلال فتره الاربع سنوات الماضيه. في الحقيقه كمان الجراج بيقدم خدمه جليله ب 733 عربيه بتكلفه تصل الى اكثر من 50 مليون جنيه بالتعاون مع واحده من الشركات الوطنيه. يمكن ده الشكل التقليدي للجراج، لكن جراج النادي الاهلي ليس شكله تقليدي، جراج النادي الاهلي ايضا تم استثماره بشكل اكثر من رائع، فالمشاهد لفعاليات اليوم هيجد ان في لوحات اعلانيه داخل الجراج، في ايضا لوحات اعلانيه على اسوار النادي الاهلي تم اسناد حق الترخيص بها لاحد الشركات الوطنيه وهي شركه السادات ايضا، وده بيعكس التوازن في رؤى النادي الاهلي ما بين الاستثمار وما بين تاديه الخدمات لاعضاء النادي الاهلي بشكل يتناسب مع الطموحات الكبيره ولا يلقي باعباء على اعضاء النادي الاهلي، وبالتالي كان المدخل الرئيسي لتحديد رسوم في غايه التخطيط عشان ما نحملش اعباء جديده على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمه اللي كانت في موقع الجراج. ده جزء مهم ايضا، ده المرحله الثانيه، المرحله الثالثه في الحقيقه اللي انا حابب ان انا اتكلم من خلال برنامجكم الموقر لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هو عملية التأمين لتشغيل الجراج. في الحقيقة احنا تعاوننا مع هيئة التدريب والحراسة تابعة لوزارة الداخلية للحصول على كتاب الحراسة لتأمين عملية الدخول إلى الجراج. أيضا حجر غرف وغرف المراقبة على أعلى مستوى بتضم 49 كاميرا بتغطي كل أرجاء الجراج، ده بس مش على الجانب الأمني، أيضا على جانب مراعاة كل الفئات والمراحل السنية اللي موجودة في مدينة نصر كان هناك أيضا مراعاة لذلك. كان عندنا النهاردة أيضا الكراسي متوفرة لأصحاب الهمم حتى لا نثقل عليهم داخل الجراج بهذه المساحة الضخمة. كان عندنا أيضا تعليمات واضحة لعمليات الدخول والخروج. كان عندنا جهاز أيضا تم تعيينه، أفراد أمن تم تعيينهم في الفترة السابقة وتم تدريبهم في استقبال الأعضاء إن شاء الله من الصباح الباكر. كل هذه الإجراءات في الحقيقة تعكس المبادئ التي يقوم عليها النادي الأهلي، هي تتكامل الأجيال مع بعضها البعض لكي يفضل الأهلي دائما في المقدمة. مش بس الجراج النهاردة، الجراج بيعكس حقيقة أيضا أن الأداء المتميز للنادي الأهلي في البطولات أيضا وفوز في البطولات
ليس هدفا استراتيجيا فقط، بل هناك هدف استراتيجي اخر وهو تطوير البنيه التحتيه للنادي الاهلي اللي تتوافق مع عمليات التطوير اللي بتقودها الدوله المصريه واللي محل احترام وتقدير من كل دول العالم. وبالتالي الشكل الحضاري للمنطقه ايضا لعب النادي الاهلي دور رئيسي في تشكيل ورسم هذه الصوره في علامته التجاريه المضيئه في كل مكان. الحقيقه دكتور سعد يعني سرد ولا اروع بيوضح اهميه هذا المشروع، وبيوضح ايضا المساله مش مساله انك بتعمل مكان بتقول العربيات اتفضلوا، كل شيء مدروس. يعني ما يتعمل مكان مميز لاصحاب الهمم علشان ما يتعبوش ويبقوا قريبين جدا من الخدمات اللي هم عايزين يعني يستخدموها، وعمليات التدريب والكاميرات وعمليات التسويق، وازاي برضه يبقى يعني الى حد كبير يقدر تجيب منه مداخيل تساعد في مصروفاته. كل ده طبعا ماشي مع الفكر واستراتيجيه العمل في النادي الاهلي، ومفيش يعني احسن منك انه يقدر يشارك في هذا الامر. ولكن الشيء بالشيء يذكر بقى، مش معقوله تبقى معانا وما تكلمنيش برضو على عقد لسه طازه جدا بتاع اونلاين ستورز، وتديلنا فكره عن هذا المشروع وبرضو البوتنشال او التوقعات بتاعه كيف يسهم في يعني زياده مداخيل النادي الاهلي. يعني اذا حضرتك سمحت لي يا كابتن عبدي والاستاذ ابراهيم، يعني انا بشكركم كتير على السماح لينا بالفرصه دي عشان نطلع على جماهير النادي الاهلي، لان ايضا الاونلاين ستور كان واحد من الطموحات الكبيره للنادي الاهلي. لكن خليني برضه قبل ما اخش في موضوع الاونلاين ستور اشكر كل الزملاء اعضاء الجهاز التنفيذي طبعا اللي كانوا في الحقيقه قاموا بجهد في فعاليات هذا الجراج وتدشينه، ويمكن هنا تخصيص الشكر يكون واجب للمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه، اللي كان في الحقيقه في حاله متابعه يوميه مستمره مع مجلس الاداره بالكامل برئاسه الكابتن محمود، وكنا حريصين ان الافتتاح يبقى في الموعد بتاعه. في الحقيقه هخش على جزئيه الاونلاين ستورز، وفي الحقيقه ده طموح كان عندنا في اداره التسويق، وكان توجيه من مجلس الاداره على ان لابد من استثمار قدرات النادي الاهلي واستثمار ايضا علامته التجاريه وتطوير مصادر العوائد بالنسبه للنادي الاهلي. واحنا مجلس الاداره في الحقيقه بذل جهود كبيره لتطوير الموقع الالكتروني للنادي الاهلي، وبالتالي تم الاستثمار في هذا الموقع بمبالغ ماليه كبيره ايضا. وهنا كان لابد ان احنا نفكر في كيفيه استثمار الموقع الالكتروني، يبقى في ماركت بليس على هذا الموقع الالكتروني يقدر يجيب عائد للنادي الاهلي ويستثمر العلامه التجاريه القويه ايضا للنادي الاهلي. فكان عندنا موضوعين مهم في محور هذا التعاقد، هو ان احنا عندنا اقترحنا مزايده امام الشركات المتخصصه في هذا الشأن، مزايده رقم فيها الجزء الاولاني وهو استثمار الموقع الالكتروني، ثم الجزء الثاني يتعلق بالتركيز في استخدام العلامه التجاريه للنادي الاهلي في انتاج سلع ومنتجات يمكن اتاحتها لجمهور النادي الاهلي اللي منتشر في كل مكان. في الحقيقه احنا كان عندنا واحده من الشركات المتخصصه والقويه في هذا المجال، وفازت الحمد لله بالمزايده. الحمد لله في الايام الماضيه تم اتخاذ اجراءات توقيع العقود، وهناك حفل ايضا كبير سوف ينظمه النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه لتسكين الموقع الالكتروني للنادي الاهلي. ده كان فكره عندي. كمان الموقع الالكتروني يمكن انا ادي لحضراتكم فكره بسيطه، النهارده العالم كله ان شاء الله التجاره الالكترونيه نتيجه للجائحه الحاليه لقينا ان في 59% من الملابس الرياضيه والزي الرياضي كله بدا يتباع اونلاين، فاحنا كنا ده شايفينه بشكل كويس. شايفين المستقبل ايضا بنقول ان في خلال الثلاث سنين اللي جايه لو استمرت الجائحه بظروفها هنوصل ل 79% مبيعات اونلاين. كمان عايزين شركات شحن توصل لجمهور النادي الاهلي السلع اللي هي بتطلبها بطريقه امنه، وبالتالي كان في تعاقد مع احدى الشركات العالميه اللي هتقوم بعمليه الشحن والتوصيل لهذه السلع والمنتجات في كل ارجاء المعموره وخارج مصر ايضا، خارج مصر ايضا سوف يتم. وده على فكره بيحل مشكله كبيره جدا 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 كنا بنواجهها، ويمكن المهندس عدلي مشكورا لما شرفت بالتعاون معاه ايام ما كان هو
مدير التسويق والاستثمار في النادي الاهلي، كنا احنا بنعمل بعض الاجراءات القانونيه ضد منتهك العلامه التجاريه للنادي الاهلي، كنا بنقدر ناخد بعض الحقوق. النهارده الموقع الالكتروني هيمنع عمليات القرصنه بشكل كبير والتسجيل بشكل كبير للعلامه التجاريه للنادي الاهلي، لانك انت مش هتحتاج تاخد المج اللي انت عايزه، التيشيرت اللي انت عايزه، التيشيرت برقم اللعيب اللي انت بتحبه، هتاخده من خلال موقع الكتروني متاح ليك، وبالتالي لن تلجا الى افراد ينتهكون حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالعلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي، وده واحده من المميزات الكبيره جدا. بالاضافه ان شاء الله عندنا عوائد ماليه، بالاضافه عندنا نسب من المبيعات ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان يخرج هذا المشروع ايضا بالشكل الذي يليق ومكانه العلامه التجاريه للنادي الاهلي، اللي في الحقيقه مجلس الاداره استثمرها في الفتره الاخيره افضل استثمار. ويمكن يا كابتن عادل اذا حضرتك برضو مشكوره مع الاستاذ ابراهيم سمحت لنا، في تحول استراتيجي بيحصل في عمله مجلس اداره النادي الاهلي، هو التحول من بيع حقوق الى استثمار العلامه، وده يعني فكر جوهري باين في المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي اللي بتضم قناه النادي الاهلي، استاد الاهلي، ايضا الاهلي الاقصر، مجموعه الاسوار بتاعه النادي الاهلي. في الحقيقه ده تطور جوهري في الفكره بتاعه التسويق داخل النادي الاهلي اللي بياخدها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. وانتهز ايضا الفرصه ان انا اشكر كل اعضاء اداره التسويق، كابتن امير توفيق، مريان، شوقي، كل الفريق في الحقيقه على جهودهم اللي بيبذلوها في سبيل تطوير ايرادات التسويق للنادي الاهلي. وما زال هناك اعلم مفاجات، ولكن كل شيء في حينه. احنا اللي بنشكرك على هذا السرد وهذا يعني الكلام الذي يشاع بالتفاؤل، والحقيقه هنيئا لنا بالنادي الاهلي ورجاله المخلصين اللي الحقيقه كل يوم والتاني بيدوا النموذج للي عايز يزود ايراداته ويتجه الى الاحتراف الحقيقي. دكتور سعد ابراهيم، هل في اقرب الافتتاحات اللي موجوده على خريطه المجلس؟ يعني ان شاء الله احنا زي ما حضرتك ذكرت كده يا ابراهيم، احنا عندنا سلسله ان شاء الله من المشروعات اللي ماشيين فيها، ويمكن الاحداث متلاحقه. احنا مجرد ما انتهينا النهارده من الجراج، اول سؤال كان بيساله كابتن محمود بكره ان شاء الله او النهارده بالليل ايه المشروعات اللي احنا بنتابعها، فعندنا سلسله من الافتتاحات. يعني في الحقيقه مشروعات موجوده في زايد ومشروعات ضخمه. لما بنتكلم على مشروعات ما هياش مشروعات تقليديه، عندنا مجموعه من الصالات ان شاء الله سوف يتم الاعلان على موعد افتتاح قريبا. اربع صالات، صاله جمباز، صاله كاراتيه، ايضا صاله سواش، صاله تنس طاوله، صالات بحجم الصالات وليست غرف صغيره يمكن ان يوضع فيها مجموعه من الالعاب الرياضيه. صاله بمعنى كلمه صاله بشكل القانوني بتاعها ان شاء الله دي خلال الفتره القادمه سوف يتم افتتاحها ان شاء الله، وسوف نعلن ايضا موعد الافتتاح على اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. عندنا مجموعه من المشروعات ايضا، مشروع ضخم كبير جدا في مجموعه من الاستثمارات الضخمه. خليني اقول لحضرتك رقم كده، النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي استثمر في سلسله المشروعات اللي موجوده في الوقت الحالي مليار 292 مليون جنيه، وده اعتقد في ظل الجائحه اللي احنا بنشوفها ما شاء الله استثمرها، معلش اذا سمحتوا لنا، استثمرها بشكل متوازن ايضا في كل الافرع الاربعه، يعني استثمر في مدينه نصر بنفس المساحه اللي استثمر فيها في زايد، بنفس حركه التطوير والاستثمار في الجزيره المقر التاريخي والرئيسي للنادي الاهلي، وايضا الفرع الجديد اخذ حقه من الاستثمار. فالفتره اللي جايه ان شاء الله عندنا سلسله ايضا من الافتتاحات الضخمه جدا، واعتقد زي ما حضراتكم ذكرت في البدايه ان ده بيتناغم تماما مع حركه التنميه والتطوير اللي بياخدها فخامه السيد الرئيس الجمهوريه في كل ربوع الدوره المصريه، ولكن النادي الاهلي كمؤسسه قائده في هذه الدوله بجانب المؤسسات الوطنيه الاخرى، وايضا بيساهم بايجابيه وفاعليه في حركه التطوير داخل الدوره المصريه. هو ده دور النادي الاهلي يا دكتور، وان شاء الله المداخله الجايه فيها مفاجات تانية جديده باذن الله. بارك الله فيكم ان شاء الله، وباذن الله يعني ارفع راسك فوق، انت اهلاوي انت اهلاوي.
شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي، واعتقد زف لحضراتكم الكثير من الاخبار الساره حول المشروعات التنمويه للنادي الاهلي. والمشروعات التنمويه للنادي الاهلي يا باشمهندس، الناس يمكن تعتقد انه كل حاجه متعلقه بالاعضاء، المستفيد المباشر منها العضو، لكن الجمهور مستفيد ايضا، لانه النادي الاهلي لما بيعظم موارده، لما بيقوي مداخيله، بيبقى قادر على المنافسه الرياضيه القويه وتلبيه الاحتياجات الفنيه والاداريه بما يسعد الجماهير. فانا اعتقد كل اللي بيحصل على سطح كره القدم مش بمعزل عن هذه المشروعات الكبيره. الدكتور سعد لانه راجل دارس وفاهم واكاديمي من طراز رفيع، بيستخدم كلمه استثمار في كل ما ينفق عن النادي الاهلي. صحيح صحيح. بمعنى ايه؟ قال لك مليون ومش عارف ومية وكام جنيه مليون استثمارات. مليار مليار. استثمارات يعني ايه؟ يعني لما بتعمل جراج بهذا الحس العلمي هو استثمار. يعني ايه؟ ما انت بتعمل جراج بيبقى له مردود للاعضاء، بتسعد العضو، بيجي النادي، واخد بالك؟ لكن ايضا هو بيحتوي على وسائل تمويل. طبعا. هو يعني انت بتحط فيه قرش وعارف هتجيب منه ايه. خلاص. الاستثمار في القاعات والصالات هو استثمار في البشر. طبعا. انت بتعمل اعطيني ملعبا اعطيك بطل، وده الدور التنموي المهم للنادي اللي بيتناغم فيه مع دور الدولة. لكن قال كلمه مهمه جدا، ودي اللي انا عايز بقى الجماهير. بص، النادي الاهلي بيعمل كل حاجه، بس نجاح هذه الامور في ايدكم انتم. لما يعمل يعني التسوق او اونلاين ستورز، تشتري الفانيلا والتيشيرت. لا، الجمله انا بس عايز اوضحها. كان اخطر حاجه بالنسبه لنا يا جماعه ان احنا واحنا بنعمل الجيف اويز، او انت عايز تشتري فانيلا، عايز تشتري كوفيه، عايز تشتري بشكير، عايز تشتري، ان كان عرضه للقرصنه. ما كانش الاصلي، القطعه الاصليه اللي بيعملها النادي الاهلي كانت بتجد منافسه، وكنا بنلاحق بقى من خلال ان احنا سجلنا الملكيه الفكريه والملكيه التجاريه والعلامه التجاريه، كنا بنلاحق الناس بقضايا، وخدنا احكام على بعضهم، وبعضهم دخل السجن، والله بعضهم دخل السجن من كتر الملاحقه والصرامه. طيب، التسوق اونلاين بقى بيعمل ايه؟ بيمنع القرصنه دي. انت عايز حاجه بتخش من خلال هذه الاليه اللي سيطرت على العالم دلوقتي، وتخاطب النادي الاهلي مباشره، تضمن يجي لك القطعه الاصليه، تضمن. وبعدين هنتوسع جدا في الجيف اوي، يعني ممكن انت في يوم من الايام عايز نموذج لكاس الكؤوس الافريقي اللي احتفظنا بيه للابد، باذن الله النادي الاهلي يعمله لك ويوفره لك. عايز نموذج للدرع اللي احتفظنا بيه، اللي يقول لك عندنا الاصلي، ده احنا الاصلي كل سنه بناخده، بس اللي احتفظنا بيه في دولابنا ده النموذج اللي بيقول ان انت خلاص ما حدش يقدر ياخد منك النموذج ده، لان انت خدته كذا مره ما بقاش في مكان نكتب عليه، فعملنا واحد جديد، فممكن نوفره لك. هذا الكلام هيعمل لك ثوره، الاونلاين ستورز هتعمل ثوره فيما يمكن ان تحصل عليه من النادي الاهلي يبقى عندك في البيت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني كمان يسعدكم بالاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ويتواصل عطاء الاهلي في كل مكان، يعني في الوقت اللي الاهلي بيواصل فيه مشروعاته التنمويه هنا، فريق كره اليد كمان في المغرب بيواصل انتصارات ويتأهل للدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا بعد ما فاز النهاردة على أسفا السنغالي بنتيجة 49-22، وده استمرار للنتائج الكبيرة للحياة اللي فريق النادي الأهلي بيحققها في البطولة منذ بدايتها. هنقابل مين بقى في النصف النهائي؟ هنشوف. هتقولنا نتيجة ماتش النهاردة في النصف النهائي. لكن تأكيدا لما حدث اليوم في النادي الأهلي من افتتاح مهم جدا لاعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر، تحدث الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي في هذه المناسبه، نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بالسيد الوزير الدكتور اشرف صبحي والسيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لحضورهم وتشريفهم، وبرحب بكل الساده الحضور
أعضاء النادي ولاعيبة النادي وكباتن الفرق اللي ليهم دور كبير جدا في رفعة الرياضة بالنادي الأهلي. الحقيقة يمكن النهاردة يوم من الأيام اللي احنا بنسعد بيها جدا وبنفخر بيها جدا، للنادي الأهلي النهاردة يمكن السلوجان اللي احنا أو اللوجو اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 4 سنين دلوقتي: تاريخ، مبادئ، تطوير. النهاردة لحظة من اللحظات اللي فيها التاريخ الإنشائي للنادي الأهلي أو التطور الإنشائي للنادي الأهلي. اللحظة دي لحظة احنا سعداء بيها جدا، لأن الحقيقة يمكن أنا في مجلس إدارة سنة 88 كعضو مجلس إدارة، سنة 90 استلمنا الأرض هنا ابتدينا نشتغل، وكان من أول يوم احنا بنفكر يكون هناك، أو مجلس إدارة يعني بيفكر أن يكون هناك جراج يسع لأعضاء النادي، لكن كان هناك بعض التراخيص وبعض الموافقات من بعض المؤسسات كانت من الصعوبة. الكلام ده من سنة 90 أو ما ابتدينا. فدلوقتي احنا ليه الواحد سعيد باللحظة دي؟ لأن على مدار أكتر من 20 سنة احنا بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حضرتك شايفينه. الصرح دوت أعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا والإنتاج الفعال بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انتوا ما تستغلوش المكان ده في هذا، يعني في تسهيل للأعضاء، انه ده الأمر اللي احنا كنا نفسنا فيه من 20 سنة فاتوا. فكان هناك توجيهات فورية ان احنا نبتدي فورا في السور دوت، السور اللي كان آخر سور موجود مع المنطقة دي كلها. فالحقيقة دفع عجلة الإنتاج دي بتخلي الناس كلها الحقيقة بتشتغل، وفي نفس الوقت كمان بتخلي الناس كلها سعداء بالمظهر اللي حضرتك شايفينه النهاردة. الباركينج بحمولة الباركينج أو السعة بتاعة الباركينج حوالي 700 عربية، لكن احنا إن شاء الله برضو التطوير من سلوجر النادي تاريخ مبادئ التطوير، التطوير ان احنا عايزين نضاعف ان شاء الله هذا الرقم. نبتدي بقى من بداية السنة الجديدة بإذن الله يكون في اللي هو الباركن الهيدروليك، بحيث ان احنا ناخد اكبر عدد، اكبر من 700 عربية ان شاء الله. الحقيقة في النهاية يمكن بشكر كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هم داعمين دايما للنادي الاهلي، اعضاء وجماهير. جماهير النادي الاهلي هي الداعمة دائما للنادي الاهلي، والاعضاء جزء من الجماهير. عشان كده انا بقول لهم يعني اعضاء النادي الاهلي انتوا استحملتوا فترة طويلة، لكن الحمد لله لكم انك تفخروا بي بما تم، مش بس ده، لحاجات اخرى كتير من خلال برنامج عائلة النادي الاهلي اللي احنا ابتديناه من 4 سنين. البرنامج اعتقد الحمد لله كله تم، يمكن الحاجات الناقصة واحد او اتنين، حاجة او حاجتين، يمكن عشان موضوع كورونا والتجمعات، منها مثلا على زي ما انا فاكر حضانة للاطفال، مكان الأطفال، طبعا مع الكورونا صعب جدا ان احنا نعمل الكلام ده، عشان كده وقفنا شوية. وكمان البرنامج ده احنا عدناه بحاجات ما كانتش موجودة وعملناها كمان الحمد لله رب العالمين، وده حق جماهير النادي الأهلي وأعضائه على أي مجلس إدارة، أي مجلس إدارة بيجي وأي واحد بيعين في هذا المكان أو بيكون موجود من خلال انتخابات في هذا المكان، هي ثقة الناس فيهم وثقة الناس إنها أنت جاي طالما يعني بتقدم نفسك لخدمة الناس لازم تكون على هذا، يعني هذا المحك انك فعلا تخدم الناس بوقتك وفكرك ومجهودك، ما تبخلش لان الناس ادتك ثقة كل وقتك للناس، ومع ذلك تحافظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي. الكلام ده لاي ليا ولاي عضو مجلس ادارة حالي او قادم. مرة تانية بشكركم جدا، بشكر الاستاذ الحضور، وعلى بركة الله ان شاء الله نبتدي من النهاردة استخدام جراج النادي الأهلي بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل السادة الحضور، وشكرا سيادة الوزير، شكرا لكم. كلمة مهمة بتجاوب على تساؤلات ناس ابتدت تتكلم فيها، هو أنتوا ليه عملتوا الجراج مسطح؟ فالكابتن الخطيب قال المرحلة الجاية هنضاعف المساحة من خلال أن هيبقى فيه تدرج في الطوابق يعني. وده اصلا مرتبط بموافقات تانية، لان المكان ده ما كانش فيه ارتفاعات وحاجه زي كده. صحيح.
لكن فكره ان يبقى عندك جراج 733 عربيه يركنوا في وقت واحد يعني بالحركه ممكن يتضاعف هذا الرقم. يبقى شوف انت بتخدم كم اسره. هذا يعني الاستثمار في سعاده العضو ده مهم جدا. كمان الكابتن خطيب يتحدث عن تعاقب المسؤوليه وان تداول المسؤوليه وان جيل بيسلم جيل. يعني الفتره الجايه هيبقى فيه تطويرات تانية اي مجلس هيجي هيكملها خطه محطوطه وباذن الله يعني الاعضاء هم اصحاب القرار في هذا الامر هم اللي بيقولوا مين المجالس اللي تيجي لكن مؤكد ان هم المصداقيه اللي بتيجي من الانجاز والعمل هي اللي العضو بيقيم عليها الانجاز. طيب المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي المستشار المهندس سامح علي كامل هنشوف تحدث عقب هذا الافتتاح عن الرؤيه الهندسيه وعن تفاصيل هذا المشروع. من اسعد لحظات المشاريع اللي افتتحتها مشروع جراش لان انا من 92 مع افتتاح النادي انا بستلم الارض مع النادي من بدايتها كان حلم الجراش ده شغالين فيه من 92 ما اتحققش غير الدوره دي كان ليا الحظ والشرف ان انا احضر الافتتاح دوت. احنا تعبنا كتير جدا في المشروع دوت. المشروع ده رغم يبان ان هو سهل ومجرد جراش لا الموضوع كان صعب جدا لان الصور اللي اتعرضت قدامكم الارض كان فيها مرتفعات جامده جدا كانت الموضوع كان صعب قوي. الاصعب منه اللي كانت المفروض تتكلم عليه الموافقات. الموافقات كانت صعبه جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا كرم احنا جبنا الموافقات وقدرنا نطلع بالمنظر ده. هو مش موضوع جراش هو لو خدت بالك هو روح النادي الاهلي. ونفس الروح اللي بداناها من 3 سنين وانتوا بتسجلوا معانا من اول ما فتحناه صاله الكاراتيه في اهل الجزيره نفس اللون الاحمر اللون الرمادي واخدين نفس الروح دي ماشيين بيها الحمد لله اخراج الموضوع طلع حلو جدا. في حاجات فنيه مش باينه قدامكم الجراج مؤمن بالكامل وليه روحة كنترول بره كل مكان في الجراج في كاميرا جايباه ومرصداه ومسجلاه. التامين الدخول استعنا بكلاب حراسه ليها بتتعامل مع دخول السيارات فالموضوع مش مجرد جراج عربيه داخل عربيه خارج لا موضوع كبير قوي بس الحمد لله مشروع وعدى وخلص وفتحناه. وهتسالني ايه اللي جاي؟ اللي جاي الشيخ زايد ان شاء الله ربنا يكرمنا قريب قوي هتلاقي الشيخ زايد يعني قريب قوي بنفتح مجمع الصالات الاسكواش والجمباز والكاراتيه تجمع ماشيين فيه كويس جدا. عندي مشروع تاني انت مشروع ورا الجراج هنا هنفتحه كمان شهرين اللي هي اماكن زار للاعضاء جلوس الاعضاء 4 ملاعب بادل تويلت خدمات للاعضاء في دار حمام السباحه كده مدينه نصر بالكامل تقريبا قفل فخلاص ما حدش ينفع نتكلم في حاجات اصلا لم تكن موجوده في برنامج عائله النادي الاهلي اضيفت حضرتك ان لو نرجع للبرنامج نراجعه هتلاقي ان اللي تنفذ البرنامج خلص واحنا عاملين نزود ده مش على فكره احنا مش بنزود من السنه دي ده احنا بنزود من نص السنه اللي فاتت الامور عماله بتزيد انت كل ما بتلاقي العضو محتاج حاجه انت تمشي معاه خدمات العضو هو ده الاساس الاسوار دي ما كانتش موجوده معانا البوابات ما كانتش موجوده معانا انك انت كده خلصت النادي الجزيره ومدينه نصر بالكامل سورهم خلص بوابتهم خلصت مدرج التتش طبعا انت اكيد مسجل عليه احنا خلصنا هدم المدرج هنبدا الاسبوع الجاي المكان بتاعه جلوس اعضاء بص الموضوع يعني ايه مش هنلحق نخلص فيه قدامنا 3 شهور عشان نقفل ان شاء الله الدار انت خليتها كابتن محمود مجلس اداره اللي بشكرهم جدا بصراحه مش هنحق كل الدعم الفني والمالي والنفسي بصراحه لولا القصه دي احنا مش هنكوناش نقدر نقف الوقفه دي يعني مؤكد ان المهندس سامي علي كامل وهو بطل دولي في الكره الطائره في النادي الاهلي ومنتخب مصر ولكن ايضا مهندس نابه واعتقد انه بيوافقني انه محظوظ انه جه في هذه اللحظه التاريخيه ليكون مسؤول وشريك في كل هذه الانجازات الرائعه وان اسمه يرتبط بيها السرد اللي قاله برضه سرد يسعدك انت لما تيجي كده لو انت عضو في مدينه نصر ممكن ناس يقول لك ما اسعدك ايها العضو لكن لما يجي يقول لك انقل بقى على الشيخ زايد من الاسبوع الجاي ولا الفتره القريبه القادمه هتشوف الشيخ زايد واللي بيحصل فيه والتطورات مش عايز انت للشيخ زايد الشيخ زايد ده قصه لان ده دي مساحه مهوله ضعف اي حاجه يعني 130 فدان صحيح انت ما خدتش تلتها صحيح ويبقى الجزيره هتقول لي طب والجزيره دي هتعمل فيه اللي قد كده؟ ما هو النهارده انتهى شيلنا المدرجات اللي كانت القديمه اللي كانت عامله بارير او حاجز
يحول دون امتداد الرؤية، ويحول ان المساحة دي هتستخدم ايضا لصالح الاعضاء. وبعدين مسألة ان يبان الجراج كده فكرة هندسية بسيطة، لا، التفاصيل اللي بيقولك عليها، التأمين، الأسوار، ما كل دي فلوس يا جماعة، كل كلمة من دي فلوس. أعتقد فلوس اتصرفت وفلوس هتيجي. ولسه بقى الجون بقى الكبير، القاضية ممكن بتاع التجمع. القاضية ممكن. على ذكر القاضية ممكن وكرة القدم، النهاردة منذ قليل الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا قال أنه في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسؤولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم أمس الأحد، ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل، لا تقام قبله أي مباريات، مفيش كرة قبل 21/9، مفيش ماتشات للمحلية رسميا قبل 21/9، وبيقول الاتحاد وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف إقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع. واختتم الاتحاد في بيانه، وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب أو تتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق، وبالتالي ألغى الاتحاد ما كان مقررا إجراءه غدا من قرعة الدوري الجديد. شوف أستاذ إبراهيم، يعني إذا كنت يعني هتلكك عشان أشيد، هو ده أحسن قرار اتخذه، قرار فني إنساني يراعي مستقبل الكرة في مصر ويراعي آدمية لاعب الكرة. كان في واحد قبل ما اجي الحلقة بيكلمني بيقول لي والله لو اللعيبة اشتكت للاتحاد الدولي خدوا بعضهم كده من خلال مثلا لجنة المحترفين او بعتوا شكوى ان احنا مش عارفين نعيش، مش عارفين ناخد اجازة، مش عارفين نشوف اسرنا، مش عارفين جسمنا ياخد راحة ولا ذهننا ياخد راحة ولا انسانية نقوم بشيء من الالتزام ناحية اسرنا، ها؟ اللي عايز يسافر، اللي عايز يصيف، اللي عايز يعني يعيش مع اهله ويشوف ولاده، ما فيش هذا الكلام من تلاحق المواسم. القرار ده له باذن الله مردود ايجابي على الكوره في مصر، وبشرط ان يكون مدروس ازاي هيعالج بقى الموسم القادم، يعني ما نبصش نلاقي نكون على حساب ايه مزيد من الضغوط ونعيش هذا الموسم الكارثي المضغوط اللي بيلتهم صحه اللاعبين بدنيا ونفسيا والجمهور والاجهزه الفنيه مش عارفه تشتغل بشكل علمي على اهداف الاهداف اللي يعني الاهداف الاقليميه والاهداف المحليه، لان التداخل الشديد ده مش مدي فرصه يشتغل بشكل علمي. ده قرار مهم جدا وموفق، ونرجو ان يستغل بشكل جيد، لان الراحه العلميه يا استاذ ابراهيم على الاقل 3 أسابيع بين المواسم. فانت لما تقول يوم 20 وكان عندك اهو حوالي اسبوع فات، انت بتاخد حوالي اقل من شهر حاجه بسيطه، يبقى ماشي معقول. لكن ماذا عن اللعيبه الدوليين؟ لان دي المشكله، هتعمل معاهم ايه؟ يعني دي هتبقى مشكلة الأندية بقى، وخصوصا النادي الأهلي اللي عنده أكبر عدد، عنده 9 في المنتخب. المنتخب هيلعب يوم الأربعاء إن شاء الله مباراة أنجولا، وعقب المباراة على طول أو تاني يوم هيسافر للجابون، هيلعب في ليبرفيل يوم 5 وهيرجع يوم 6، يعني يقدر ياخد أجازة من 6 إذا كان هيديله أجازة أسبوع ويبدأ يتمرن تاني. لا ده بقول لك الأجازة، انت ما فيش ماتشات قبل 21/9، ما فيش ماتشات. ماتشات يعني انت ممكن الموسم يبتدي 21/9، يعني هو هيفكر يعمل ايه او الالتزامات ده.
هو لو يقدر يمد اسبوع كمان. هو مبدئيا الاهلي والرجاء في كاس السوبر الافريقي 24/9. اه يبقى لازم هيرجعوا يتمرنوا. مفيش مفيش مفيش. فيا دوب هياخد اسبوع او 10 ايام. ده تمرين المنتخب امبارح كابتن حسام البدري والجهاز المعاون. اصعب واسعد واحد هيبقى بالموضوع ده جهاز المنتخب. هتقول لي رغم ان هو بيتمرن بس عنده ريزيرف او عارف احتياطي. القرار بتاع اتحاد الكره على فكره دلوقتي في التمرين ده الوزير الدكتور اشرف صبحي والمهندس احمد مجاهد الاثنين حاضرين التمرين، وقرار اتحاد الكره بتعليق الماتشات لغايه 21/9 جاء بناء على الحاله اللي انتم شايفينها، لان الكابتن حسام البدري حسب ما علمت قال المهندس احمد مجاهد اللعيبه مش قادره تقف، الناس جايه كله بيشتكي من اجهاد شديد. طبعا مش بس لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي طبعا اتحملوا الجزء الاكبر من الاجهاد. انت بتتكلم في لعيبه بالمناسبه انت قلت هيرجعوا من السفر امتى؟ يوم 6. يوم 6 يبقى عندهم من 6 ممكن ياخد اسبوع بالكتير اسبوع عشان أسبوع. يقدر يتمرن لان انت لو خدت اجازه اسبوع تقدر تسترد لياقتك بعد اسبوع، لياقتك اللي انت كنت عليها زي الفريزر انت برضه باجهاد بنسبه الاجهاد اللي انت كنت عليه ما هيش احسن حاجه، لكن مهمه في الاخر حتى على المستوى الترويحي اللي خلاص الناس زهقانه من فكره الكوره. بالمناسبه احمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المحترف في الخارج انضم اليوم لتدريبات المنتخب، بينما طبعا حتى الان يتعذر ضم محمد صلاح والنني من الدوري الانجليزي، وفي هناك محاولات ان هم يقدروا يسافروا من لندن الى ليبرفيل عشان يلعبوا مباراه المنتخب في الجابون، باعتبار ان الجابون ما هياش في المنطقه الريد زون اللي مصر فيها بالنسبه لجائحه كورونا. لكن حتى الان المؤكد انه صلاح والنني خارج المنتخب في مباراه انجولا. هذا الاسبوع او قبل يومين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي واعضاء مجلس اداره النادي نعى الى اعضاء وجماهير الاهلي رحيل واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي القدامى الكبار الاذاعي والاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي الذي وافته المنيه بعد صراع قصير مع المرض ومشوار حافل من العطاء سواء في العمل الاعلامي او حتى العمل النقابي في نقابه الاعلاميين اللي كان مطلع بتاسيسها او عمله في الاعلام العسكري، لانه اعتبر الاستاذ حمدي الكنيسي واحد من اهم المراسلين العسكريين في تاريخ الاذاعه المصريه في حرب اكتوبر. وله طبعا حضور كبير في مجلس اداره النادي الاهلي في الثمانينات والتسعينات يا باشمهندس. رحمه الله عليه انا زميلته. زميلته يعني حتى في المجلس المؤقت وزميلته وانا مدير نادي وزميلته في كثير من ال يعني الالتزامات، وهو كان طبعا اذاعي كبير وانت زي ما قلت هو اللي انشا نقابه الاعلاميين. ايوه. و يعني الدوله برضو حاولت انها تقف في بس ما لحقتش، يعني هو في قرار علاجه على رفقه الدوله يمكن كان اسبوع مضى قبل الوفاه، لكنها إرادة الله ويعني مشيئته رحمة الله عليه، ويعني يتغمدوا بالرحمة ويدي أهله الصبر والسلوان. كمان يمكن بكرة جماهير الأهلي بتتذكر أو دايما لا تنسى الحقيقة ذكرى رحيل نجم غالي على قلوب الأهلوية كلهم محمد عبد الوهاب. بكرة 31 أغسطس تحل الذكرى السنوية لرحيل لاعب مات في الأهلي، مات حبا في الأهلي وفارقت روحه الحياة على النجيل ملعب التتش. أعتقد تفاصيل مؤلمة جدا كل جماهير الأهلي تذكرها جيدا، كما تذكر لهذا اللاعب الخلوق المخلص المنتمي كل الخير. اللاعب اللي قال الأهلي عمره ما خلف ميعاد معايا فلا يمكن أخلف ميعاد معاه، ورفض كل الإغراءات ورفض كل الضغوطات علشان يخرج من الأهلي ومات وشيك النادي الأهلي لسه في جيبه. قبليها بثلاث أيام جدد وسلمت الشيك بتاعه. لم يهرول عشان يصرفه، حاجة غريبة وهم بيسلموه الحاجة عشان يديها لأسرته في المستشفى، فوجئت إن الشيك معاه في جيبه.
يعني زي ما يكون ايه مش همه الموضوع يعني. رحمه الله عليه كان نموذجا وكان لاعب هايل بالاضافه طبعا. بقى طبعا. الى القيمه الاخلاقيه الجميله بتاعته الى انه كان كمان لعيب لا وهو في سنه صغيره دي كان يعني بينافس اعتى النجوم الكبار. صحيح. كان له مكانه اساسيه في منتخب مصر. صحيح. رحمه الله عليه ونتذكرك دائما ولن ننساك. توفي محمد عبد الوهاب في 31 اغسطس 2006 لكنه سيبقى في قلوب كل الاهلاويه حيا دائما بسيرته وبعطائه وباخلاصه وبسلوكه بحاجات كتيره جدا لمحمد عبد الوهاب. الف رحمه ونور على روحه الطيبه الطاهره. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم جديد. شايفين الدور الكبير اللي النادي الاهلي بيقوم بيه في كل مكان في مشروعاته حتى في رسالته ودوره في الاقاليم. متابعين حضراتكم الاهتمام الكبير لاكاديميه النادي الاهلي اللي بتنتشر في كل المحافظات ايضا في الصعيد. يمكن عرفت ان كابتن شطه معاه الكابتن اكرامي والكابتن خالد جدالله والكابتن فوزي سكوتي يوم السبت رايحين اسيوط. اولا هيعملوا مؤتمر في جامعة أسيوط مع الطلبة ومع الحضور. هتقابلهم بقى ولا ما ولا ولا هتطنش عشان عن دور النادي الأهلي في تنمية الكرة والرياضة في الصعيد. هيكون معاهم الأستاذ الدكتور طارق عبد العزيز أستاذ في كلية التربية الرياضية وعميد السابق لكلية التربية الرياضية بأسيوط ومدير أكاديمية الأهلي في أسيوط. رجع يدير الدكتور طارق أكاديمية الأهلي علشان ينشطها ويستقبله. الحقيقة قال لي وفد النادي الأهلي جاي علشان تنقيبا وبحثا عن أي مواهب، فالمواهب والعناصر الموهوبة في أسيوط في كرة القدم أو في المحافظات المجاورة اللي عندها فرصة يوم السبت إن شاء الله في أكاديمية الأهلي في أسيوط اللي موجودة في ملاعب جامعة أسيوط، وأيضا بعدها هينتقلوا إلى أكاديمية الأهلي في سوهاج ويواصل مسؤول النادي الأهلي ومسؤول الأكاديمية دورهم في تنمية الصعيد في كل مكان يا باشمهندس. المواهب انت لما تشوف عدد المواهب اللي الصعيد بالصدفه بتكتشف فما بالك وتقدم لمنتخب مصر والانديه الكبيره، فما بالك بقى لو انت بتنقب عنها وبتروح لها. لا ده خطوه مهمه جدا. خطوه مهمه وان شاء الله تتكرر في اسيوط وفي كل المحافظات باذن الله. ده كان شيء مهم جدا لكن كما تعودت دائما وابدا ضربه البدايه مع مقالي وما قالوا. اسمع كلامك اصدقك. انت قلت بقى لا انا بقول ماذا عن امورك. انت قلت اشوف امورك استعجل. انت اللي قلت. انا بقول كده اسمع كلامك اصدقك ولكن ماذا عن امورك. فوجئت انك حاطط لي مقالي وقالك اشوف امورك استعجل. اشوف امورك استعجل. انت جاوب. قول لي ايه كلامك واستعجابك. لا انا بالنسبه لي انا ارى حجم المتناقضات التي على الساحه الكرويه وكله يبتدي يقول لك ايه عايزين الروح الرياضيه ولا التعصب وما بيعملوش تصرف غير التعصب يزيد الاحتقار. ما هو ملوش معنى ابدا اطلاقا يعني ها انك انت تبقى راجل مسؤول وتتغاضى عن مواجهه اي خروج عن السلوك بل بالعكس تبرره وتدافع عنه. الله. انت منين عايز تقضي على التعصب؟ منين عايز تقضي على ما هو ابسط مظاهر القضاء على التعصب؟ يعني انت حضرتك لو عايز تيجي تقول لي ايه؟ انا عايز احافظ على علاقه الجيره اللي بيني وبينك. وابنك طول النهار يشتمني وانا طالع وانا نازل. طب ما هو اقول له عيب. اقوم انا اقول له ايه؟ والله الراجل بيحاول مع ابنه الله يكون في عونه بس انا برضه مش هزعل منه يا ابني حبيبي تعالى احاول انا كمان. لكن لما انت تيجي قدام الناس والله فلان الفلاني ده انا لا ده احنا اهل وهو انا وهو بيقول احنا اهل ابنه بيطلع من ورا يشتم ما يقولوش بس يا ولد. بالعكس لما يجي واحد يقول له بس يا ولد يقول له لا 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 انت اصل هو ما تقولوش يا ولد انت متضايق. عارف هو متضايق ليه؟ ما هو برضه اصله مش عارف بيكشر في وشه اي حاجه. التبرير المستمر للخطا دي حاجه. حاجات تانية مسؤولين ها في
عن النشاط الرياضي، عن الكورة، عن 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 ها. يعني عايز اقول لك حاجة استاذ ابراهيم، النهاردة النادي الاهلي، النادي الاهلي كلما تيجي مناسبة يتعرض للتجاوز في حقه، خلاص ماشي يكتب شكوى. هذا ليس ضعف يا اخوانا، ليس ضعفا. اوعوا تفتكروا انك انت لما واحد يشتمك وتشتمه هي دي القوه، دي قله القيمه، دي مش القوه. لكن جيب حقك صح، زي بالظبط ما انت هتجيب باذن الله حقك صح بكره هنعرف ازاي. سيبها كده باذن الله. لكن مساله ان احنا نتكلم بطريقه ونتصرف بطريقه عكسها هي دي اللي محيراني، وانا مش عايز اخش في امثله لان انا عارف ان انت جايب الامثله دي في مكان تاني في هذا البرنامج. ده كان كلام مهم جدا، لانه الحقيقه كل الناس اللي بتتكلم على الاخلاق وعلى حمايه الاخلاق وعلى صون الملاعب وعلى نبذ التعصب وعلى منع الاحتقان وعلى كل الكلام الجميل اللي انتوا تشوفوه ده كلام كويس قوي، لما تشوف امورهم تستعجب اكتر. لانه كل الناس اللي كانت بتلوم كهربا لمجرد انه خرج من الخط في اثناء التكريم اثناء تسليم درع الدوري السنه اللي فاتت وانتهت العمليه عند هذا الحد، النهارده بيسكتوا على اهانه كبيره جدا تحدث لرئيس الاتحاد وقبلها سباب علني واوركسترا متصله ضد النادي الاهلي ورموزه وقادته ورجاله. ما تفهموش حماة الاخلاق رايهم ايه؟ الناس اللي بتتكلم على نبذ التعصب ومنع الاحتقان وكل الكلام اللي انتوا بتسمعوه رايهم ايه؟ هل اصبح مثل هذه السلوكيات في الملاعب طبيعيه؟ معتاده؟ تبرر اصله فلان لما عمل كذا؟ وكانها من مراسم الاحتفال. اه يعني ما حدش بيشوف انها غريبه وغامضه. النهارده انا يعني من الناس اللي بحب اتابعها إذا جات لي فرصة من الإعلاميين الكويسين اللي أنا بحب أشوف وجهة نظره، بيعرف إزاي يتكلم ويعرض وجهة نظره و العزيز إبراهيم فايق. فهو اتكلم بذكاء شديد في حتة أنا موافقه عليه، إن جزء من مشاكلنا إن في ناس مش بتقوم بواجبها. اللي هو إيه؟ هو اتكلم على مراسم تسليم الدرع لنادي الزمالك، وقال ان الفوضى اللي حصلت لان الناس من الاول ما خططتش صح لهذا اليوم وما بلغتش كل واحد ساعه ما نيجي نسلم الكاس مين اللي هينزل. ها طيب الاسر والناس اللي عايزه تحتفل مع اللعيبه واولادهم هيبقوا موجودين في المنطقه دي زي اوروبا، بمجرد ما تخلص المراسم الرسميه نبتدي نخش في المراسم الاحتفاليه ويبقى كل واحد عارف دوره بشكل شيك ومنظم. فقال نتيجه عدم وجود هذا الدور انه ما لم يؤدى بشكل جيد حصل الاحتكاكات. انا مختلف معاه في الحته دي، في الجزئيه دي بقى، ان مش معنى ان انا ما عملتش التنظيم الامثل ان يبقى في احتكاك. مش احتكاك لحظي زي ما انت قلت كده، كهربا كان ماشي ها وماسك ابن، وده غلط، وماسك ابن مؤمن في لحظه لتكريم مؤمن، ف الكابتن محمد فضل جذبه من دراعه عايز يبعده، فالتاني احتد، وده غلط طبعا، غلط انك تجيب لعيب من دراعه وغلط انه يحتد. لكن بمجرد بصه من الكابتن الخطيب في ثانيه راح قاعد وسكت والمراسم تمت دون ان يحدث فوضى، بخلاف خالص المشهد الاخير. ولكن انا مشهد المراسم يعني خلاص، انت يا استاذ ابراهيم ده بتتكلم فيه صح، لكن انا يعنيني لما جاء يتعرض للجزء بتاع العقوبه، فابتدى اقول لكن هل معقوله ان خلاف بين لاعب ورئيس اتحاد حتى هو طلع قال ما شتمنيش، قال ما قالش ما شتمنيش، قال ما سمعتوش شتمني، ها؟ ما تبقاش 8 شهور.
لا ارجع لحيثيه القرار اللي هي برضه انطوت على بعض الغموض مش الصراحه، لان تكرار اثاره الجماهير ودي التكرار نفسه، اذا في تراكم. طب يعني هو ما حاسبوش على الواقعه دي، حاسبوا على ان في شكوى قبليها من كام يوم ان النادي الاهلي قال لك ده تعرض ليا وتعرض لرموزي وبشكل متكرر. فقال لي بس انت كده وكانك بتبرئ الاتحاد انه خلاص اصدر العقوبه في شكوى الاهلي. قلت له كنت سالت انا الاستاذ ابراهيم فايق اثق انه ما يهموش غير ابراهيم فايق وما يهموش غير ان يكون في مصداقيه، حتى لو بدا بعض الامر شيء من التوازن لكن ربما يكون مقبول. لكن كان يعني كان تصوري ان لا يبرر سوء النظام الخروج عن النظام، سوء السلوك سوء السلوك ما ينفعش يتبرروا، وما ينفعش ما تردش انت عملت ايه في شكوى الاهلي الا اذا كان القرار ينطوي على ان تجميع الاخطاء في الفتره الاخرانيه اللي هي قبلها بيومين ثلاثه ما هياش من مده يعني، وبناء على الشكوى صدر القرار بهذا الشكل. وايا كان طبعا مش ده الشكل الاداري السليم. الشكل الاداري السليم انما تاخد عقوبات واحد بشان كذا واحد بشان كذا، لانك انت لما تيجي تشوف بقى الدفاع عن هذا الموضوع والتبرير، واحد دخل يسرق فيلا او شقه الناس حست بيه كويس فخاف قتل اهل البيت وبعدين سرق البيت وخرج، فيصدر الحكم يا اما بالاعدام او السجن المؤبد، فيطلع المحامي او اهله يقول لك بس سجن بدل الحياه مقابل السرقه. لا يا حبيبي، مقابل واحد اقتحام استخدام العنف جرح عور موت وبعدين السرقه، ما هياش السرقه. فما تجيش تقول لي ان 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 العقوبه ليها علاقه بالخلاف اللحظي او الاشتباك اللحظي اللي حصل بين اللاعب ورئيس اللجنه التي تدير كره القدم. وانا هنا بمنتهى الامانه اقول ان شيكابالا بقدر ما هو مخطئ إلا أنه ضحية، ضحية كل من دافعوا وبرروا أخطاءه السابقة. أنت أسطورة ماشي، كورة ماشي، محدش هيقعد بقى يناقشك في موهبتك. ما علاقة كل هذه الأمور إن لازم يبقى فيه تجاوز؟ هتقولي عشان الجمهور، ما هو الجمهور ما لم يتطوع من نفسه كده، والا كان شتم كل اللعيبه. هو التركيز معاك ليه؟ لانك انت حطيت الجمهور في دماغك فبدات تستفزه. واي واحد، ودي نصيحتي، الجمهور يتجاوز حقه وهذا خطا جدا 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 ومرفوض، انه يحاول ياخد حقه بايده او بدراعه او انه يعتبر ان هو يقدر يعني يرد على كل الناس دي، بيبقى خطأ يلحقك مدى الحياة. والأمثلة كثيرا أمامنا، كل من تبادل مع الجماهير مثل هذه التجاوزات طلع خسران. طيب، هي القضية فيها شقين. الشق الأول يتعلق برئيس اتحاد الكرة وما حدث معه في وجود رئيس نادي الزمالك. هنا حتى وإن كان الأمر لا يخص الأهلي، إلا إن إحنا بنتكلم على إنه سابقة زي ديت لما تحدث بهذا الحجم وبهذا الشكل ولا تجد التصرف الكافي، بعد كده ما حدش يتكلم باهتمام لما تلاقوا فيه خروقات أسوأ من كده. ده إحنا بنتكلم على رأس الاتحاد وفي وجود السيد رئيس نادي الزمالك، فخلاص. لكن خلي ده جزء يخص الاتحاد ويخص ما يقرره، وإن كان ده خطأ وخطر. خطأ وخطر. خطر على منظومة الكرة وعلى مستقبل التصرفات والأخلاقيات وسلوكيات اللعيبة. لأن أنا مش متخيل لما كانت الخناقة على إدخال عناصر ناشئين عشان يحضروا المراسم،
الناشئين دول في فتره من الفترات لما لقوا سلوكيات للعيبه بتشير على الحذاء للجماهير بداوا يتصوروا وهم سعداء بيها. شوفوا خطوره تصدير السلوكيات للولاد الصغيرين بنعمل ايه. انما دي قضيه على جنب. ما يخص النادي الاهلي وما يخص اتحاد الكوره، هو النادي الاهلي لما يتعرض للسب بشكل مباشر متكرر في قياده اوركسترا بعد مباراه، لعيبه تقف مع اعضاء نادي مع جماهير وهتاف مسموع للكافه، وكل اعتقد حتى الكابتن احمد حسام ميدو نفسه اعترض وادان ده، وكتير من الزملاء الصحفيين حتى الزملكاويه كتبوا بإدانة ورفض وشجب للي حاصل ده وبعض الجماهير. الله، فلما ده يحدث في حق النادي الاهلي يساء للكابتن صالح سليم عليه رحمه الله، يساء لمجلس اداره النادي الاهلي، يساء للاعيبه الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. ازاي ده يتسكت عليه؟ بجد بقى ازاي ده يتسكت عليه؟ وازاي يتقال اصله تكرار اساءه الجماهير؟ يعني ايه تكرار اساءه الجماهير؟ طب وايه الحصانه اللي موجوده؟ جمهور الاهلي لو عمل ده او اي لعيب من النادي الاهلي عمل ده يحاسب ويعاقب، ولو دافعنا عنه هنبقى غلطانين. لكن لما يحدث ده ضد النادي الاهلي على مرأى ومسمع من الجميع ومحدش يعير له اي اهتمام، وكانه الامر اصبح مباح ومستباح، وكانه مقبول ان النادي الاهلي يساء اليه بهذا الشكل في مباراه رسميه تتداولها كل المواقع وتملى كل اليوتيوب ويتفرج عليها العالم كله ومحدش بيمنع. ممكن ايه الخلل ده؟ انط نطه كده يمكن يبان انها مش معاده. طب ما ندمج الامور مع بعضها. يعني انا من ضمن الحاجات اسمع كلامك اصدقك، يعني في برنامج استاذ احمد موسى بيستضيف الكابتن احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد، ومداخله حصلت من الصديق اللي انا يعني سبق ان اشدت بيه، ولكنه هو بعد ما كان بادي بدايه هو دلوقتي بيعمل اداء مختلف شويه، انا يعني بختلف معاه فيه، بختلف بحكم العلاقه مش بحكم ان انا بتجرأ على يعني رئيس نادي الزمالك ولا حاجه، لان هو له مكانه عندي يعني. فانا لما بسمع منه حاجه مش متوقعها منه ببقى حاسس ان عندي مسؤوليه ان انا اكون صريح معاه. لما هو عمل مداخله وهو اخذ على عاتقه بناء على طبعا حاجات كتير حواليه انه ينبري للدفاع عن الكابتن شيكابالا مع انه كان حاضر وفي وسط الاحداث. طيب هو قال لان اتحاد الكوره اللي خد هذا القرار احنا عايزين المعيار يبقى واحد، فقد سبق له ان خفف العقوبه عن الشناوي. هو اصلا ايه المقارنه دي؟ الشناوي اصلا القرار متخذ غلط ومتخذ فردي وليس بناء على تقرير، ولا كان ينبغي ان يوقف لحظه. فلما اتوقف اربع ماتشات رجعوا الى بعد احتجاج معين او حتى قبل هذا الاحتجاج استندتوا على ايه؟ فين التقرير اللي بدون ما فيش؟ فين التحقيق اللي تم ما فيش؟ طب ليه التعجل في اتخاذ القرار؟ اهو كده. استندت العقوبه دي على ايه؟ اهو كده. فكان ينبغي الغائها، مش لانه جامل، ده كان ده هو حصل تحامل تم تصحيحه. وعلى فكره لما ترجع برضه هتجد الكابتن ميدو بعد ما هو يعني تناول هذا الامر قال هذه الجزئيه وقال عكسها في من وجهه نظر ثانيه. هو ده اللي انا بقوله، لما تيجي تبرر خطا جسيم بحاجه مش في السياق لا تتفق انك انت ده مش ده المثل اللي اتضرب، لان ده كان من الاساس لا ينبغي ان يكون هناك عقوبه. ولكن ده اللي انا عايزه، ان احنا فالاستاذ احمد موسى بيواجه سؤال جاوب عليه الكابتن حسين لبيب الاجابه المتوقعه اللي انا متوقعها منه، هو ده حسين لبيب اللي اعرفه. انت تقبل او الكابتن حسين لبيب اللي انا اعرفه رئيس نادي الزمالك يجب ان يوقر بالشكل بصرف النظر عن اي علاقه شخصيه. ساله
طب احنا الليله دي يعني مش ناوي تقرب من النادي الاهلي؟ يعني عندك مشكله انك تزور النادي الاهلي وتتصافح مع كابتن الخطيب ونخلص الليله؟ قال له طبعا وضروري وعايز كده وبتاع. ما هو جزء من عايز كده مش، ما هو لازم انا كمان وانا بتلقى هذه المبادره عايز فعلا اصدق انك انت متضايق من اللي بيحصل وبتستنكر اللي بيحصل، وعايز انا وانت نحط ايدنا في ايد بعض. ها يعني والكابتن الخطيب لما خد اللي بيحصل، لا ما انا بقول لك انت لا، الكابتن الخطيب لما خد ايد الكابتن حسن شحاته وراح للجماهير، راح للجماهير الاهلي وراح لجماهير الزمالك. أيوة. لكن لما انت بتدافع عن واحد شتمني وشتم جمهوري وشتم رموزي، طب هقابلك ازاي بمنتهى القناعه والشفافيه عشان ننهي هذا الخلاف او ننهي هذا التوتر؟ انت نفسك ما وقفتش جنبي او ما حاولتش تجيب لي حقي ولو بقبول العقوبه. لا انت ما زلت بتقول انه ما عملش حاجه وانت عارف ان الاهلي اتشتم. هنطلع على فاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. وفعلا ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي ما دام في قدر عالي جدا من المكاشفه والمصارحه والتعامل مع كل ازمه او كل حدث وكل فعل بامانه وموضوعيه وهدوء. عشان كده هناك كلام كثير بعظمه لسانه حديث المصارحة. أنا ليه بقول لكم ما تخافش على الأهلي في الحتة دي؟ الأهلي خسر الدوري أو أفقد الدوري، عشان نكون أدق لغويا، الأهلي أفقد الدوري. ولما أفقد الدوري كان في أسباب، التحكيم جزء من هذه الأسباب. اللي حصل مع النادي الأهلي باعتراف خبراء الحكام، خبراء التحكيم في قناة أون النقلة للبطولة، اجمعوا طوال الموسم ان في 15 نقطة مستحقة للاهلي ضاعت بسبب اخطاء تحكيمية، مش رأينا، اثبتناه وقع. لكن بجانب الاخطاء التحكيمية كانت هناك اخطاء من جانب اللاعبين، قصور في بعض الاماكن، اخطاء تقديرية من جانب مستر بيتسوماني في ادارة بعض المباريات، وده طبيعي جدا، مفيش حدث له سبب واحد. واخطاء مباشر من اللعيبة مش متوقع انها، في اخطاء من اللعيبة نفسها، مفيش حدث. ده للاسف احنا بنهمله دايما في حاجات كتيره، بنعتقد ان كل حاجه بتحصل ليها سبب، لا هي ليها عده اسباب. وبنسبه التحكيم مسؤول بنسبه، المدرب مسؤول بنسبه، اللعيبه مسؤوله بنسبه، في بعض القصور في بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم، وهنا كان دور لجنه التخطيط ودور الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره من مجلس الاداره. لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف ولجنه التسويق بالكابتن امير توفيق اشتغلوا على تلبيه احتياجات الفريق. شفنا 4 صفقات على التوالي لتلبيه الاحتياجات الفنيه باعلى ترشيحات ممكنه، وشفنا الموزمبيقي لويس مكسيوني، وشفنا الجنوب افريقي بيرستاو، وشفنا كريم فؤاد ظهير النجوم، ثم كان الإعلان عن صفقة حسام حسن مهاجم سموحة. والنادي الأهلي لما عمل ده وفقا للاحتياجات اللي المدير الفني عايزها واللي لجنة التخطيط بترشحها وبتوافق عليها وبينجزها مدير التعاقدات. ده نظام العمل في النادي الأهلي. لكن حتى والأهلي بيعمل كده، خرج الكابتن خالد الغندور في قناة الزمالك نشوف رأيه في صفقة حسام حسن للأهلي كان إيه. حسام حسن كان من شهر وشوية أو شهرين خيار لنادي الزمالك من ضمن اختياراته، إن حسام حسن راس حربة كويس، لكن فوجئنا وكأنها مفاجأة المفاجآت، فجأة حسام راح النادي الأهلي. فهنا السؤال، هل النادي الأهلي في احتياج لحسام حسن ولا هي صفقة استعراضية وكأنها يعني خدته من الزمالك؟ نسيت اقول لكم، هو منتخب مصر كابتن حسام البدري خد القايمة بتاعته النهاردة؟ فيها حسام حسن؟ لا.
حسام حسن ما راحش المنتخب ليه؟ يمكن بعد كده ما يروح نادي كبير يروح المنتخب بقوة الدفع الإعلامية. والله أنا هبتدي من السؤال وبعدين حرج على ها. السؤال: هل كابتن حسام البدري خد الكابتن حسام حسن؟ في إشارة يعني إنه يعني ما مش ده اللعيب اللي يعني عملته ما جبتوش الدين من دوله يعني. طب ما هو الكابتن حسام البدري ما خدش حسام حسن، بس انت قلت ده كان من اختيارات نادي الزمالك. كنت بتفكر في ايه ساعتها؟ عايز اقول لك على حاجه في الحته دي كمعلومه، حسام حسن كان في قائمه المنتخب اللي فاتت وشارك في اخر مباراه المنتخب. أنا هو المره دي عشان كان في ليبيا فتوقف. انا هجاوب على سؤاله. لما هو مش في قناعه الكابتن حسام البدري بما يعني، والاهلي خده كده بس عشان يكيد الزمالك. طب وكيد الزمالك ليه طالما ان انت مش مقتنع ان هو يعني؟ عايز تقول لنا ايه في الاخر يعني؟ دي حاجه. السؤال الثاني: هو النادي الاهلي محتاجه؟ هو انت من حقك تسال هذا السؤال للنادي الاهلي؟ هو حد في النادي الاهلي سالك انت جبت اللعيب الفلاني ده ليه؟ ده انت مغير راجل 10 اجيال في السبع ثمان سنين اللي فاتوا. مالناش دعوه، مش دورنا ان احنا نقول لك انت خدت اللعيب ده ليه حتى لو واخده وانا كنت عايزه. ما هو مش معنى ان انت عايز لعيب ان انا اقول لك خلاص بقى اتفضل سلام عليكم، انت عايزه وانا عايزه. هذه رؤيه فنيه. السؤال ده يتسال عنه الجهاز الفني من لجنه الكره برئاسه الكابتن الخطيب او لجنه التخطيط برئاسه الكابتن الخطيب، مسؤول النادي الاهلي، مش حضرتك ولا اي حد اخر، ولا حضرتي ولا حد، ولا حضره الاستاذ ابراهيم، ولا حضره اي حد تاني في اي مكان. اللي يعرف الاهلي محتاجه ولا لا هو اللي جابه. فالسؤال غريب جدا. اما بقى جبته من الزمالك؟ لا والله، ولا محتاج الله، والله ما محتاج الله ولا في دماغنا، وعمرها ما حصلت اطلاقا. لان احنا مش هنغيظ نفسنا ونجيب لعيب مش محتاجينه عشان اعمل مش احنا مش هعمل ولا محتاج الله. تعملها ليه؟ يعني محتاجها في ايه دي؟ فاطمن يا كابتن خالد، لا هي يعني مؤكد النادي الاهلي لما جابه متوسم انه محتاجه. وده لما بقى يوصل منتخب ده شغله هو، اللاعب هو اللي يقدر يخش المنتخب من خلال النادي الاهلي طبعا، من خلال نادي الزمالك طبعا. ما هما الرافدين اللي بيقدموا اللعيبه للمنتخب بالترتيب كده، اهلي زمالك بيراميد مش عارف مين سموحه امبي، يعني كل الانديه اتحاد سكندري، كل الانديه واسهاماتها في المنتخب. لان الاهلي والزمالك ثم بيراميد دلوقتي، وكان زمان امبي بيروح يجيبوا اللعيبه اللي هي هتعمل الفارق، فطبيعي ان بعد شيء من الصقل يروح المنتخب. او الاسماعيلي طبعا، مش ممكن انسى لا الاسماعيلي، الانديه الشعبيه بشكل عام يا استاذ ابراهيم عندها دور، عندها دور، لان لعيبتها بتشتغل تحت ضغوط، فبتبقى في كواليتي لاعب ينفع يبقى لعيب دولي. طب انا ليه بقول لكم ده حديث المصارحه؟ لانه بعد نهايه المباراه الاخيره للاهلي تحدث مستر بيتشو موسيماني. بيتشو موسيماني اتكلم في المؤتمر الصحفي وما خصصش الكلام على المباراه الاخيره في الدوري وظروف الاهلي والفوز بيها والفوز المتاخر لكن كلامه كان فيه قدر عالي من المكاشفه والمصارحه والاعتراف ورؤيه اللي جاي. نسمعه. I think the message is I've paid my school fees. انا اتعلمت، دفعت المصاريف الدراسيه، بمعنى انا اتعلمت، دفعت ثمن التعليم يعني. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وما كنتش عارف ايه اللي بيحصل. Not understanding the dowry. ما كنتش فاهم ايه الدوري، الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافة اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الديني، الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came and came for football. جيت بس لكرة القدم. But I realized that it's more than football. بس عرفت الموضوع، تأكدت الموضوع أكبر من كرة قدم.
But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا انا ارتكبت اخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بقول انا عمال ارتكبت اخطاء بس ارتكبت اخطاء عن جهاله لان كنتش عارف عن جهل يعني ما كنتش عارف زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبقى يعدي الشارع وهو مش عارف ما عندوش معرفه لسه. And then out of six we got five. ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه. Yes, we could have done better. كان ممكن نعمل افضل طبعا. But when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. كنت تلعب 19 ماتش 53 يوم وكل ماتش كل 3 ايام تلعب مباراه. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس قاعد منافس ده قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. طلعنا رحنا كينشاسا. We went to Tunis. ولتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. Went to Qatar. ورحنا قطر. Went to Qatar. ورحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. Spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع منتخب اولمبي في دوري الالعاب الاولمبيه. And you get what you got in the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you. لو انت بتبقاش سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اديها لك. But we're not complaining. لكن احنا طبعا مش بنشتكي من حاجه. The early supporters have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. Yes, they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا مع انهم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضه متضايقين ان احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس في الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything يمكن لو كنا حققنا كل حاجه then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. Next year السنة الجاية إن شاء الله والله we'll be much better team. إن شاء الله وبيقسم بيقول والله هكون أفضل. شوف أنا وجهة نظري من أحسن مرات اللي اتكلم فيها بيتسو لأنه اتكلم في كل حاجة أنت عايز تسمعها بصراحة يعني فترات طويلة كنا شايفين إن في عدم توفيق وده موجود لكن أيضا كان بعض التصرفات بتساعد على عدم التوفيق. واخد بالك؟ يعني مش بالضرورة ان انت كل ما تعمل قرار مش هو الامثل لازم تنجح. تدفع ثمنه. لا تدفع ثمنه. لكن احيانا بتعمل القرار اللي انت متوسم انه يؤدي الى نتيجة بس في نسبة مخاطرة. فكثير من القرارات دي نسبة المخاطرة هي اللي تحققت. ودي حاجة مش طبيعية. يعني مش دي طبيعة الامور. لكن بص بقى مصارحة النفس انت قلت مصارحة النفس وصف نفسه بانه نييف. نييف يعني ايه؟ ساذج. بس مش السذاجة انه يعني لا سذاجة يعني ليس على دراية بالظروف المحيطة بكرة القدم في مصر. قال لك زي طفل عنده سنتين وبيغلط بيتعلم. فقال انا جيت كرة قدم فجاء يفكر في كرة القدم لأن أمور كتير جدا لازم يستوعبها منها إدارة الفريق خارج الملعب، التعامل مع المشاكل خارج الملعب، التعامل مع الأزمات والمشاكل مش تملي بتبقى أنت سببها أو معنى كده فرقتك عندها مشاكل. المشاكل المحيطة بيك أنك تواجه المشاكل اللي أنت مش متسبب فيها لا أنت ولا لعبتك إزاي، فخد خبرات فينتهي الامر يقول لك المفروض انك تسعد وانت حققت كل النجاحات دي واخفقت في هدف وحيد لكنك زعلان وانا معاك لان كان من الممكن ان نحققه ايضا ولكنه انهى بقسم ان القادم افضل. اذا هذا القسم معناه ايه؟ ما كان ممكن يقول لك والجاي احسن لكن عندما يقسم اذا عنده حط ايده على المشاكل وعنده العلاج وعنده
الخطة المستقبلية وشايف انه ماشي فيها. هذا رسالة طمأنينة، ولكنه ايضا عهد ستحاسب عليه يا بيتسو. ده كلام مهم جدا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ليه الدوري مش طبيعي. اهلا بحضراتكم من جديد. وسيذكر تاريخ الكرة المصرية ان الموسم 2020-2021 كانت بطولة الدوري الممتاز فيه غير طبيعية، غير طبيعية. ده مش كلامنا، ده كلام القائم على المسابقة المهندس أحمد مجاهد في استضافة الأستاذ أحمد موسى له امبارح، نسمعه. هو الدوري مش كان عادلا أو لا، هو لم يكن طبيعيا بشكل يعني إيه ما كانش طبيعي؟ يعني كم الضغط اللي على الأندية ده مش الطبيعي في كرة القدم، لكن هو ده كان الطريق الوحيد قدام الاتحاد. كم من ان الانديه، ان في انديه تلعب سواء بيراميدز مثلا او الاهلي بحكم ان هم اللي كملوا للمرحله المراحل الاخيره في بطوله كاس الامم، سواء الاهلي فاز بالبطوله او بيراميدز لم يصل للمباراه الاخيره النهائيه. الاثنين لعبوا مباريات بدون لاعبين مهمين اثناء الدوره الاولمبيه، وده في الظروف الطبيعيه، ده في الظروف ما هوش هو الطبيعي. يعني موسم مش طبيعي، وهتعرفوا اللي مش طبيعي اكتر ما سيسرده عليكم من حقائق وارقام عن النادي الاهلي وارقامه في هذا الدوري والسبب. انا عايزك تقرا بقى الحقيقه واحده واحده، ركزوا مع الاستاذ ابراهيم. الحقيقه ليه مش طبيعي؟ لانك لما هتسمعوا الارقام ديت هتقولوا ازاي فريق عمل كل ده وما خدش البطوله. النادي الاهلي مبدئيا لعب خلال هذا الموسم 76 مباراه في مختلف البطولات. ده الحمل غير الطبيعي غير الادمي. بالمناسبه كنا جبنا ليفربول والمان سيتي، عشان المان سيتي لما لعب فاينل بطوله اوروبا كان اعلى عدد ماتشات لعبوها حاجه و60 مباراه. لعيبه النادي الاهلي لعبوا من اغسطس لغايه اغسطس 76 مباراه في مختلف البطولات، وهم اوروبا مع اوروبا. اوروبا شوفوا السفر وشوفوا الصحه والبنيه والعلم وحاجات تانية. هذا الرقم رقم قياسي في عدد مباريات لاعب يلعبها في سيزون. لعبت الاهلي الدوليين لعبوا 4 مباريات للمنتخب الاول، وفي 6 مع لعبوا للمنتخب، 6 ماتشات للمنتخب الاولمبي. عدد المباريات اللي لعبها كمان الاهلي لوحده 61 مباراه. لكن مع هذا الإجهاد اللي استبد واللي قتل عضلات اللعيبة، كان الأهلي في هذا الدوري أكثر من سجل أهداف. في جدول الدوري الأهلي أعلى تسجيلا 72 هدف. الأهلي أكثر من له محاولات على المرمى 537، قدامكم الجدول. الأهلي كان أكثر من له محاولات صحيحة 201. الأهلي كان أكثر من له أهداف متوقعة 100. الاهلي كان له اكثر من له تمريرات 18616 تمريره، ودي الاستحواذ. كان من اكثر من له تمريرات صحيحه، وده هنا بس عايز الرقمين دول. انا عملت 18600 منهم 15475 صحيحه. يعني مش لعب عشوائي. يعني الاهلي كان لهم اعلى متوسط استحواذ على الكوره 60%. الاهلي طلع منه اعلى لاعب سجل اهداف شريف، هدف الدوري محمد شريف 21 هدف. الاهلي كان له اكثر من صنع اهداف علي معلول اللي عمل 12 اسيست. كل ارقام التميز والتفوق اهلاويه في موسم مش طبيعي. ومع هذا ما عدا حاجه، بصوا بقى حاجة الرقم، ما عدا حاجه واحده، شوفوا الرقم الكاشف المخزي للجنة الحكام، الكاشف الكاسف المخزي للجنة الحكام. لأنه الأهلي بهذا التفوق وهذه الفاعلية الهجومية وهذه القدرة على صناعة الأهداف وعلى التواجد في منطقة الخصوم، تخيلوا أن الأهلي الأقل حصولا على ضربات الجزاء. بعد كل ده الأهلي الأقل حصولا على ضربات الجزاء بتسع ضربات فقط. ثمان ضربات، تسعة ولا ثمانية؟ تسعة، مكتوب ثمانية، تسعة ضربات. تخيلوا بعد كل ده. ممكن حد يقول لي
طب وايه يعني؟ ما جاتلوش. الحكام مش هيألفوا. لا، جاله. جاله وخبراء التحكيم على مدار الموسم قالوا لسيلفار عيب. عيب. الأهلي كان له 5 ضربات جزاء ما رضيتوش تحسبوهم. 5 ضربات جزاء ما حسبتهمش أفقدوا الأهلي 11 نقطة. وده مش رأينا. بالمناسبة هذا الرأي احنا أثبتناه لقطة بلقطة. يوم 28/12 كان الأهلي بيلعب مع دجلة، كان الحكم أحمد الغندور وحكم الفار حسام عزب، ولازم يذكر حسام حكم الفار لازم يذكر لأنه الشريك الدائم في كل ما ارتكب. بل بالعكس في بعض الماتشات ضمن البروتوكول كان من حقه يتدخل وما رضاش يتدخل. كان حسام عزب كان تعرض بيكهام لجذب من الفانيلا أقرها الخبراء ورفضها الفار والحكم. يوم 26 يناير الأهلي كان بيلعب مع بيراميدز، كان الحكم جهاد جريشة، وكان في غرفة الفار الكابتن المدعو طارق مجدي، وما أدراكم ما طارق مجدي. سجل الأهلي هدف لبواليا، احتسبوا جريشة لكن رفضوا طارق مجدي ولغاه، بجانب ضربة جزاء صحيحة لمحمد شريف انتهت بالتعادل. 3 مايو 2001، قمة المأساة في المحلة، ضربة جزاء ما اتحسبتش من محمد معروف وحكم الفار سيد شعبان، هدف غير صحيح من فاول وتغاضى عن طرد، ضربة جزاء لم تحتسب ايضا. وطرد ايه؟ طرد لفتح الله كما يقول الكتاب. يوم 10 مايو الاهلي كان بيلعب مع الزمالك وكان الحكم امين عمر، حكم الفار كان محمود عاشور، تجاهل الحكم ضربة جزاء لرامي ربيعه. يوم 11 اغسطس الحالي الاهلي كان بيلعب مع الاسماعيلي في الاسكندريه، كان الحكم محمد الحنفي وكان حكم الفار محمود عاشور، المباراه انتهت 1-1 بعد تجاهل ضربه جزاء لصالح اجاييه، الكل اقر بيها واعترف بيها، والغريب ان الاسبوع اللي بعد منه احتسبت لصالح الزمالك. اقل منها وضوحا. اقل وضوح من نفس الحكم. بص بقى انا عايز اتوقف عند الحته دي واكمل حاجه ما جاتش هنا. عايز اتوقف ان كابتن احمد مجاهد وهو يسرد بسرعه كده ها ان الفار غلط نتيجه ان ما عندناش الخبرات الكافيه. لكن في المباراه الاخرى الخبرات موجوده. لا مش كده. كل الاخطاء دي ده محمود عاشور وطارق مجدي ويعني الغندور كلهم من اصحاب الخبرات، ولكن الرقم الذي كان ينبغي ان يذكر عدد الاهداف الصحيحه الملغيه للنادي الاهلي اللي تزود عدد النقاط ل 15. بالظبط كده. 11 نقطة ضاعت بسبب ضربات الجزاء و4 نقاط ضاعت بسبب أهداف ملغاة، ليكون الموسم غير الطبيعي للأهلي فيه 15 نقطة أهدرت بفعل فاعل. مش هنتكلم اللي خدهم الآخرين. دمتم للأهلي دائما ودائما لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 10 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.